من جهه اخرى انا نشوف ان حتى المشاكل المطروحه ما لقيناش مع من نبحثها ومع من ندرسها ومع من نسقمها. اذا احنا محتاجين باش الشعب الجزائري يخرج لنا شرعيه في الرئاسه، والرئاسه تجيب لنا حكومه تاعنا زاهات، نجيبوا برلمان نزيه نلقاو مع من نخدموا. اليوم حنا اوني اون طان دو فير ان دياغنوستيك، مي باش نروح نخدم مع من نخدم. احنا 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 اليوم في اكثر حاجه من اي وقت مضى باش نفوت المرحله العاديه. المرحله العاديه حتما تفوت على تنظيم رئاسيات في اقرب الاجل. علاش نقول تنظيم رئاسيات في اقرب الاجل؟ ونضبط بيان سور نضبط الطريقه اللي يروح بها الانتخاب اللي تضمن النزاهه للشعب الجزائري اللي يجي يخير بكل حريه الرئيس تاعو للقادم. علاش نتكلم هذا الشيء؟ لان اليوم بدينا نحس في الجانب الاقتصادي ان فيه ركود. الركود هذا راه يجيب عواقب سلبيه على